مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، معكم سارة نجار. درس اليوم أيضا عن تعليم كيفية كتابة رسالة هي من مستوى البي أيس، من كتاب أيضا برلينا بلاتس مستوى البي أيس. طبعا هو هنن بس بيعطوني نص الموضوع وأنا عم أكتب الموضوع لحالي. درس اليوم هو درس مهم جدا وعليه 20 علامة في امتحان البي أيس، بيعطوك 30 دقيقة مدري أقل لتكتبه. مراسلة شركة اشتريت منها هاتف ولم ترسله. Sie haben Ihren Handyvertrag verlängert. Ein neues Handy bestellt und auch schon bezahlt. Das Handy haben Sie aber nicht bekommen. Schreiben Sie deshalb einen Brief an die Handyfirma. Sie haben Ihren Handyvertrag. Der Vertrag, العقد أو الاتفاقية. Das Handy, جوال، يعني عقد أو عقد الموبايل تاعك. الفعل verlängern يعني طول المدة، جددته، طولت المدة تبعيت عقد جوالك. Sie haben, هاي هون بالماضي التام. Haben verlängert. Ein neues Handy bestellt. الفعل bestellen. هلا هدول الفعل بشتلن يعني طلبته من على الانترنت. بشتلن يطلب. اي نويس هندي، داس هندي الجوال، ضفنا صفة اي اس وهون اكوزاتيف. اوند اوخ، وايضا شون بتسالت، ودفعت. هلا لاحظ هدول هاي الجملة من عند زي لعند بتسالت كلها بالماضي التام. طالما الافعال كلها اجت بالافعال بالجملة، يعني عندك فلينجات بشتلت وبتسالت كلها بيجوا بالماضي التام مع الفعل هابن، فما في داعي تقول اي نويس هندي هاستو بتسالت وانت هاستو اي نويس هندي بشتلت وانت هاستو شون بتسالت. لذلك خلاص طالما في هابن والباقي الافعال بتعود، لذلك ما في داعي تقولها مرة اخرى. داس هندي الجوال. هابن زي ابا نيشت بكومن. haben bekommen يعني يحصل بالماضي التام، صارت انه ما حصلت عليه بالماضي، ما حصلت على الهاتف. schreiben sie deshalb einen brief an die handy firma. اكتب لذلك او لهذا رساله لشرك. اكتب حضرتك رساله، einen brief، لذلك رساله عندي هندي فيرما، لشركة الجوال اللي انت اشتريت منها. هون لحد الآن كل شيء واضح صح؟ deshalb لهذا أو لذلك. البنود التي يتوجب عليك كتابتها في الرسالة. هلا بكل رسالة شو ما كان، كان بريدية أو رسالة عادية، لازم دائما تكتب هاي زاجئتها دائما أو هاي التحية الأولى، وبالنهاية تكتب كمان الخاتمة مثل ما بيقولوا. عموما هلا بتوضح. Schreiben Sie etwas über folgende Punkte. Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß. Schreiben Sie اكتب حضرتك etwas شيء ما über folgende Punkte. Der Punkt هي نقطة، بس هون طالما عم تكتب رسالة فجاي بمعنى بتجي بمعنى آخر بنود، مثل العناصر اللي بتوجب عليك كتابتها بالرسالة. فولج اند التالي، البنود التالية. فجيسن زي نيشت، لا تنسى، دي انغيدة المخاطب او الخطاب، اون دين كروس والتحية. جروند ديس شرايبنز، هي دائما بتجي دائما بالبند. انت وقت عم تكتب رسالة اول بند بيجيك جروند ديس شرايبنز دائما. سبب ده جروند، السبب ديس شرايبنز كتابتك، سبب كتابتك ليش انت عم تكتب هالرسالة فورا بتقوله. بشتل داتوم يعني التاريخ اللي طلبت فيه انت الموبايل. تزندونج الارسال او دا جلد تسوغوك، او هلا زندونج الارسال تزندونج انه يرسله او دا جلد تسوغوك او يرجع لك النقود. ذي زي erreichbar sind. كيف تكون
كيف بنحصلك؟ كيف بتكون يعني كيف بنقدر نحصلك؟ شو الطريقة؟ في كيف زينت في زي زينت كيف تكون متاح أو يعني نقدر نحصلك أو نقدر نراسلك أو نقدر نتصل بك. غايبة تيجي بمعنى متناول أو متاح، ولكن هون عم يحكوا عن رسالة وهيك، بتيجي أيضا بمعنى إنه كيف متاح الاتصال بك، التواصل معك. كيف غايبة. هلا بنيجي بقى عن موضوع دائما 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 لازم تبدأ هي بكل رسالة هي يا زعجات دائما und her. تكتب هاي الجملة إذا كنت لا تعرف من سيستلم هذه الرسالة. يعني إذا أنت حترسل رسالة وما بتعرف مين حيستلمها، فبتكتب يعني الجهة اللي حتستلمها الشخص ما بتعرف، فدائما بتكتب زاج ايات دامن ودهين، يعني سيداتي وسادتي المحترمين أو الموقرين. لذلك مين ما فتح الرسالة هاي لازم يكون، لا تنسى الكوما الفاصلة وبعدها ببلش الرسالة بحرف صغير. إذا كنت تعرف من سيستلم الرسالة يجب عليك ذكر الشخص. يعني إذا كان رجل تقول ليبا هير وتضع كنيته، كانت امرأة ليبا أو زاعجة ايرت كمان بتصير وبتضع الكنيتة. التاريخ بكل رسالة بده يكون من فوق من على اليسار، من فوق من على اليمين عفوا، من فوق من على اليمين. Vor einem Monat habe ich meinen Handyvertrag verlängert. Ich habe am 20.12.2009 auch ein neues Handy bestellt und schon bezahlt. Aber leider habe ich das Handy noch nicht bekommen, da ich dringend ein neues Handy brauche. Möchte ich Sie bitten, mir sofort entweder das Handy zu schicken oder mir mein Geld zurückzuzahlen. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie mich telefonisch jeden Tag ab 15 Uhr erreichen. Meine Telefonnummer ist 030 337449. شو معناتها الحكي؟ Vor einem Monat، قبل شهر، قبل شهر، habe ich meinen Handyvertrag verlängert. قلنا der Vertrag، العقد أو الاتفاقية، عقد هاتفك الاتفاقية، يعني شو بيقولوا له؟ إنه عقد الموبايل. طولته، فلنجات طولته، طول بالمدة، طولت أنت مدة هاي العقد. لاحظ habe حتى الموقع situation الوضع 2 ثاني، والماضي التام كمان الشكل التصريف الثاني منه للفعل هو verlängert، التصريف الثاني منه verlängert حتى راح لآخر جملة. Punkt. قبل شهر ما طولت مددت عقد هاتفي جوالي موبايلي. Punkt. بدأت الجملة بحرف كبير. Ich habe am 20.12.2009، يعني بعشرين أنا بعشرين 12 2009، auch أيضا ein neues Handy bestellt، طلبت هاتف. الفعل بشتلن، الشخص الشغلة أكوزاتيف، das Handy neues، ضفنا الصفة neues، bestellt und schon bezahlt. لاحظ مثل النص حطيته أنت und schon bezahlt ودفعت. كما aber تبدا بحرف صغير. leider habe ich das Handy noch nicht bekommen، ولكن للاسف لم احصل. bekommen habe، لاحظ habe هون صار بالماضي التام. bekommen يعني ما حصلت عليه، ما حصلت على الهاتف. habe ich das Handy noch nicht bekommen. da تساوي الفايل. هلا هي دا بيجي بمعنى هون، بس هي كمان تساوي الفايل. دا لأنني، دا إيش؟ لأنني دغينجند، دغينجند يعني بشكل عاجل، دغينجند بسرعة. أي نويس هندي براوخه، لأنني أحتاج بسرعة هاتف جديد، يعني هو بيحتاج بسرعة هاتف جديد. كما möchte ich Sie bitten،
أرغب möchte ich أرغب sie bitten bitten يعني طلب طلب أرغب الطلب أرغب بالطلب من حضرتك mir sofort entweder das Handy zu schicken. لاحظ هون مؤجل في فعل باللغة الألمانية لا يسمح أنه يصير فعلين فبيجي الفعل الأول حسب يعني تصريفه اللي بعده بتحط والفعل اللي بعده بتحط تسو وبيجي بعد اللي تسو الفعل بالمصدر هأشرحها بدرس لحاله ميا زوفوت اندفيدا داس هندي تسو شيكن الفعل شيكن الشخص اللي بدك ترسل له داتيف الشغلة اكوزاتيف يعني شيكن برغب بالطلب من حضرتك ميا لي زوفوت حالا انت فيدا اما داس هندي الهاتف تسو شكل الارسال ارغب من حضرتك بان ترسل لي ميا لي حالا اما الجوال انه ترسل لي حالا اما الجوال كما اودا او ميا ماين جيلد تسوغوك تتسالن او تعيد لي نقودي او تعيد مين جلد نقودي مصرياتي تسالن تسالن يدفع تسغوك تسالن ترجعون ترجع تدفعون تسغوك تسالن انه انا برغب من حضرتك ولاحظ يعني رغم كل شيء عملوه بس حكينا بصيغة مؤدبة محترمة يعني كتبتها بصيغة حلوة اما ان ترسل لي هاتفي وبسرعة او تعيد او ان تعيد لي نقودي فالس نقطة بلشنا الكلمة بجملة بحرف كبير فالس يعني اذا او لو فالس زي نخفى تسحب الفعل لنهاية الجملة ويصرف الفعل حسب الفاعل الهابن صرف حسب الفاعل فالس زي نخفى هابن اذا عندك اسئلة اخرى اذا كان لديك اسئلة اخرى كما können Sie mich telefonisch jeden Tag ab 15 Uhr erreichen. هلا لاحظ هون مقلو لك بعنصر الموضوع wie sie erreichbar sind. كيف تكون متاح للاتصال بك للتواصل معك متاح. قال له هون können Sie mich telefonisch jeden Tag ab 15 Uhr erreichen. تستطيع erreichen تحصيلي jeden Tag كل يوم بشكل عن طريق الهاتف mich telefonisch عن طريق الهاتف ab 15 Uhr من الساعة الخامسة عشر يعني الساعة الثلاثة تقدر تحصلني يعني إذا نترجمها بالألماني يعني هنا كيف بيقولوها تستطيع عن شكل الهاتف كل يوم من الساعة الخامسة تحصيلي بالعربي نقول تستطيع تحصيلي كل يوم عن طريق الهاتف بعد الساعة أو من الساعة 3 طبعا وقت قلت له بتقدر تحصلني عن طريق الهاتف فبتقول أكيد لازم تكتب رقمك معنا تليفون نوما دي نوما الرقم تليفون نوما رقم موبايل رقم هاتفي است يكون وذكرنا الرقم طبعا لا تنسى تكتب دائما وأبدا التاريخ هون كتبه برلين 22/10 المكان المرسل بتكتبه من فوق من على اليمين برلين مارسيلو 22/10 لاحظ هون الشهر 2012 قال له بعد شهر قبل شهر ما فهون التاريخ حيكون قبل يعني نفسه فات بشهر يعني في شهر تأكدت بتنتبه كمان بالتواريخ بكل رسالة لازم هلا انا شوي هون لازم اهتم ببعضهم لانه ما عندي مساحه هي لازم شوي تكون ميت فريندلشن جروسن لتحت هي دائما اكتبها بكل رساله يعني اذا اجتك رساله وما عرفت ولا تكتب ولا شيء على القليل اكتب زاجيت دامن اند هان حط الكوما وحط التحيه هي لحالها عليه هون علامات يعني لهم علامه منيحه ودائما اختصر الجمل حاول قد ما فيك تختصر من الرسالة احيانا بجينا بوست بكون عبارة عن 3 سطور احيانا طويل حسب الاشي المهم for any month يعني لاحظ كلها جملة بونكت بدأت بجملة جديدة جمل قصيرة جمل سهلة يعني اذا انت مستواك هذا مستوى يعني هذا النص مستوى
A2 أو B1. B1. بتمنى أنه تكونوا فهمتوا علي الدرس. لا تنسوا تشتركوا بالقناة. إذا عجبكم درس حطوا لايك. إذا ما عجبكم كمان فيكم تحطوا ديسلايك. وإن شاء الله بشوفكم بألف خير يا رب بدرس جاي. سلام.